أخبار اليوم. هنتابع مع بعض نموذج الامتحان ونشوف سؤال جديد دلوقتي. أسئلة المهمة يا جماعة اللي بيسألني عليها في الامتحان، اكتب استخدام واحد لكل من بنزوات الصوديوم وسكت، يبقى ده تحضير البنزين. طب قال لي بنزوات الصوديوم 1% يبقى ده عبارة عن مادة حافظة في تمنع نمو الفطريات. الباكالايت مادة بتستخدم في صناعة أدوات الكهرباء، لأن عازل الكهرباء عازل للحرارة، في نفس الوقت بتحمل درجات الحرارة. عندي الباكالايت بنستخدمه كمان في صناعة يا جماعة طفايات سجاير أو صناعة الأدوات الكهربية. 1-1-1 ثلاثي كلورو إيثان، هذا ده بيستخدمه في إيه؟ في التنظيف الجاف. من ضمن الأسئلة اللي أنت تاخد بالك منها كويس في الجزئية دي، يجي يقول لك إيه؟ جدول زي كده. 2-بروبانول كحولي ثانوي، على طول اكتبوا صيغة من هي كحولي ثانوي. 1-بروبانول كحول أولي. حمض بكريك ما تنساهوش، ده 2-4-6 ثلاثي نيترو فينول. طيب 2-كاتيكول، كاتيكول ده هنا ايه المركب ده؟ يسمى كاتيكول. اسمه ايه تاني كده؟ يسمى الكاتيكول. ايه الكاتيكول ده؟ عندي لما اجي اتكلم عليه، الكاتيكول اساسا بالشكل ده، حلقه بنزين مع او اتش ومعاه كمان ايه او اتش، اسمه كاتيكول. اختار من الجدول السابق المركب او المركبات اللي بتعبر عنه. الفينولات، في ناس تقول لي حمض بكريك، طبعا غلط، ده حمض. الفينولات اهو اللي انا صلحته قدامكم ده، اللي هو اسمه كاتيكول. من الكحولات الثانوية 2-بروبانول، بروبانول، بروبانول، يا أستاذ اكتبها لنا كده، حاضر، أدي 1-2-3 ومعاها هنا إيه؟ أو اتش، هنا 2، يبقى إيه؟ ذرة الكربون اللي ارتبطت بالأو اتش اللي اسمها كاربينول معاها ذرة هيدروجين واحدة. طيب، كحول اللي ينتج عن أكسداته الديهيد، يبقى كحول أولي، اللي هو 1-بروبانول. كحول اللي ينتج عن أكسداته كيتون، كيتون، يبقى ده 2-بروبانول، اللي هو الكحول الايه؟ الكحول الثانوي اللي موجود معانا، الكحول الثانوي اللي هو كان يسمى 2-بروبانول، اسمه ايه يا جماعه؟ 2-بروبانول. طب ناتج من نيترة الفينول، بص ايديا بتجري اهو، خلاص حمض البكريك. هو ده حمض ايه؟ البكريك اللي بينتج من نيترة الفينول. مشتق ثنائي للبنزين، ادي بنزين طلع منه 2 مشتق ثنائي. مشتق رباعي للبنزين اللي هو حمض البكريك. طبعا ده سؤال جميل في الكيمياء العضويه، وده يا ريت يجي لنا بالشكل الجميل ده. برضو من ضمن الاسئله هنتابع في نفس السؤال، احسب كتله الاكسجين الموجوده في 1/10 جرام من هرمون الادرينالين. ده كتاب مدرسه. ايوه، ما هو الامتحان هيجي منين؟ ما هو كتاب المدرسه. احسب كتله الاكسجين الموجوده في 1/10 جرام من هرمون الادرينالين وصيغته الجزيئيه مدهاني اهي، C9 H كام؟ H13 NO3. علما بان الاكسجين بكذا ونيتروجين وهيدروجين وكربون، اكيد انت عارف هتجاوب تقول ايه معايا. تعالوا نشوف اجابتها الجميله ونتعرف عليها بطريقه سهله جدا جدا ان شاء الله معايا. هنشوف كده ازاي نحضرها. تحضير بنزين بعد كده هكتبها لك، هكتبها معايا. انا معايا هرمون الادرينالين، سي كام؟ سي 9 اتش 13 ان او 3. انا عاوز كتله الاكسجين، يبقى ده اساسا بيحتوي على 3 اكسجين الموجوده في 1/10 جرام. عاوز كتله ده، احسب كتله الاكسجين هنا. هحسبها ازاي؟ 3 في كام؟ في 16. حاضر يا استاذ، في 2 هنا؟ لا، لا يمكن، لان ده 3 ذرات اكسجين جوه المركب. الناحيه الثانيه هقسم كده عشان ما اغلطش، 3 اكسجين في 16 زائد ذره نيتروجين ب 14 زائد 13 هيدروجين في 1 ب 13 زائد 9 كربون في 12 كده. طلع كتله الكتله الموليه ده، الكتله دي تقريبا 174 فيها 48 جرام. هما لو 1/10 فيها قد ايه؟ طبعا انت عارف هتعمل ايه، هتضرب طرفين في وسطين تقدر تحل ايه المساله. طبعا مساله سهله بسيطه مش محتاجه لف ودوران.
هنشوف سؤال تاني بقى من نوعية جميلة قوي معانا كلنا إن شاء الله نعرف نجاوبها لو جت في الامتحان. كم عدد مجموعات الميسيلين الميسين CH2 في الجزيء الواحد لكل من البنزين العطري والهكسان الحلقي؟ البنزين العطري أهو ده مركب يسمى البنزين العطري، ده أساسا بيحتوي على كم مجموعة ميسيلين؟ هنا ده CH2 يبقى ده مش بنزين، يبقى ده عبارة عن ايه؟ هكسان ايه؟ حلقي. هنا لما نيجي نشوف مع بعض المركب ده اللي انا بكتبه برسمه كده وبنمسح الدائرة الداخلية، لو مسحت الدائرة الداخلية يبقى انت عرفت ان ده هكسان حلقي. الهكسان الحلقي CH2 يبقى مجموعة ميسين، مجموعة ميسين، مجموعة ميسين، 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 عنده 6 مجموعات ميسين. ده فين؟ ده في مركب الايه؟ الهكسان الحلقي. لكن في مركب البنزين العطري لو في الدايرة ما عنديش ولا مجموعة ميسين، يبقى الميسينين لا يتوفر في البنزين العطري، ولكن معايا 6 مجموعات ميسينين في داخل الهكسان الحلقي. كيف يتم تنقية معدن من الشوائب؟ اطلاء، تنقية، صناعة ألمونيوم، راجعها قبل ما تخش اللجنة، لازم واحدة تجيلك في الامتحان بإذن الله سبحانه وتعالى. لما أجي أشوف معاك دلوقتي كيفية الطلاء، عملية الطلاء وعملية التنقية، نتعرف في النموذج ده على تنقية المعادن. تنقية المعادن معانا لما نيجي نشوفها، أنا بنقيها ليه؟ بشيلها من معظم الشوائب اللي موجودة. معظم الشوائب اللي موجودة عندنا في عملية الطلاء أو التنقية، يعني بدي المعدن ثقل من ايه؟ من القيمة الاقتصادية بتاعته. معانا كده الرسمة بتاعته هتظهر حالا. طبعا اهتم جدا بالانود، بالكاسوت، اعرف ازاي توضح المادة الالكترونيتية اللي موجودة. حوض عادي، الحوض ده بيتحط فيه كبريتات نحاس، حط فيه القطب اللي هو النقي تماما في الكاسود اللي هو النحاس النقي، القطب الثاني في الانود اللي مليان ايه؟ شوائب. انا عاوز اعمل عمليه تنقيه، برسم الرسمه، برسم الخليه، بقول له الالكتروليت عباره عن ايه؟ الماده الالكتروليتيه. بنوضح الانود والكاسود، الكاسود هنا ايه؟ النحاس النقي ولا غير نقي؟ انا كاسود هعمل عمليه تنقيه مش طلاء، يبقى انا بحط فيه المعدن النقي. المادة اللي أنا عاوز أعمل لها تنقية حطيتها فين؟ في الأنود لحركة الإلكترونات تتحرك. أنا عاوز أشيل الشوائب اللي موجودة، مش هشيل الشوائب، اللي هشيله النحاس اللي موجود في القطعة اللي مليانة شوائب. في شوائب منها هتبتدي تدوب وشوائب هتترسب في القاع حسب اختزالها وجهد اختزالها. طبعا عند الأنود أنت عارف إن بيحصل أكسدة، نحاس بيديني أيونات نحاس ثنائية واثنين الكترون. عند الكاسود اختزال، ايونات النحاس بتاخد 2 الكترون بتطلع في صوره نحاس. طب يا استاذ الشوائب اللي بتترسب ايه هي اللي انا مش قادر اعمل لها اختزال؟ تخيل ايه هي الشوائب دي؟ الذهب والبلاتين، يعني قطعه من المعدن مليانه شوائب. ايه الشوائب اللي موجوده؟ ذهب وبلاتين وايه كمان؟ وبعض اجزاء من الايه؟ الخرسين، بس الخرسين ده بيدوب. بعض اجزاء من الحديد موجوده مع النحاس، شوائب بتدوب. يبقى كده النحاس انا بعمل له تنقيه. في شوائب، ايه الشوائب دي؟ هندي مثالين. 2 من الشوائب اللي هي ايه؟ النقيه اللي موجوده فيه اللي هي زي الحديد والخرسين، دي بتدوب بالمحلول. لكن بالنسبه للذهب والبلاتين بيحصل لها عمليه ايه؟ ترصيب لصعوبه اختزالها بالنسبه لايه؟ للنحاس. تعالوا نتعرف مع بعض بعد ما شفنا الجزئيه دي على نوعيه جديده برضو من الاسئله. انا معاك، شرحت لك الطلاء والتنقيه وصناعه الالومنيوم، ازاي تسمي مركب، ازاي تعمل تحويله من التحويلات اللي موجوده ايه عندنا.